أهلا بيكم، هنستكمل مع بعض النهاردة سلسلة محاضراتنا اللي بنشرح فيها Practical للهيد اند نيك أناتومي. لكن وزي ما تعودنا، لو حضرتك لسه جديد معانا في القناة مستني ايه حالا ننزل اعمل سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا. وبالنسبة لأصدقائنا ما تبخلوش علينا بالدعم والطاقة الإيجابية عن طريق اللايكات والشير، وأرجوكم يا جماعة خدوا لفة في سلسلة محاضراتنا اللي فاتت والموجودة على القناة. فنجان القهوة الجميل بتاعك، ودلوقتي يلا بينا. استكمالا لما بدأناه في الفيديو اللي فات عن البراكتيكال هيد اند نيك اناتومي، هنكمل مع بعض النهاردة اهو، و نبص على التيريو مانديبولار رافي او التيريو مانديبولار ليجمنت. شايفين لما قلنا بانه جاي من التريجويد هاميلس ورايح للمانديبولار سيرفيس او المايلو هايويد لاين ميديا للماندبل، واحد من الموست امبورتنت لاند ماركس اللي كان لازم ناخد بالنا منها لما بتيجي تعمل انفيريور الفيلر نيرف بلوك تكنيك. التيريو مانديبولار رافي او الباند اهو زي ما انت شايف بتمط معاك كده اثناء فتحة الماندبل. طيب تعالى بقى كده مع بعض نبص على الماسلز اوف الفيشيال اكسبريشن. هذا الاوربيكولاريز اوريز ماسل، ودي الباكسينيتور ماسل. تعالى نشوف الباكسينيتور الاول، هنشيل المسيتر ماسل. ادي الباكسينيتور ماسل اللي عاملاه لي التشيك الخد، وكنا بنقول بان هي الاوريجين بتاعها من الالفيولس اوف الماندبل والالفيولس اوف الماكسيلا اهو زي ما هو واضح قدامنا كده. اكسلنت. والانسيرشن بتاعها كانت رايحه تدخل في الاوربيكولاريز اوريس، وكانت بتعمل لي حاجه مهمه جدا اسمها ديكاسيشن، يعني اللي فوق يجي تحت واللي تحت يطلع فوق، بالتحديد في الميدل بارت بتاعها، علشان تساعد في تكوين ما يعرف بالليب كومسيور او الكورنر اوف ذا ماوس اهو. بص 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 اهو، شايف بقى الديكاسيشن ده اهو، يبقى هي رايحه الاوربيكولاريز اوريس، الديكاسيشن ده هو اللي بيعمل لي الليب كومسيور او الكورنر اوف ذا ماوس. حلو قوي. الاوربيكولاريز اوريس اللي بتحيط باللبس. حلو قوي. اهو ده بقى يا سيدي راح حاطط لك حاجات تانية. ايه هي بقى؟ مين دي؟ دي الباروتيد داكت. شايف لما كانت بتمشي على المسيتر ماسل وتخرم الباكسينيتور عشان تفتح جوه عند الماكسيلاري سكند مولر، ودي ما تعرف بالبقل باد اوف فات اهي، كان ليها دور مهم جدا معانا حتى لما كنا احد الطرق اللي كنا بنقفل بيها الاورو انترال فيستولا البقل باد اوف فات اهي، دي البقل باد اوف فات. ونكمل مع بعض بقيه الماسلز اوفيشال اكسبريشن. طبعا الاوربيكولاريز اوريس بيوضح لك الاكشن بتاعها اهو. الباكسينيتور شايف لما بتيجي تنفخ عسل. هذا دكتور اوكلاند العظيم بتاعنا تاني بيستكمل معاه ومعاكم شرح ال هيد اند نيك اناتومي. هنا طبعا ده الجزء الخاص بالاورال كافيتي، بيبين لك بقى الاسنان اللي احنا كلنا عارفينها من انتيريور لكناين لبريمولرز المولرز. وطبعا اسمحوا لي بانه هيتكلم هنا شويه على الاسنان، فهنكنسل الجزء ده او هنمشي فيه بسرعه، ما احناش قوي هنا عشان نستعرض انامل ودنتين وبلب وسنه الكلام ده، يعني فات اوانه. تعالى بقى نبص على الباروتيد دكت، او اسف الباروتيد جلاند والسبيس اللي موجود وراها، ونشوف كده مع بعض اهو. تعالى بقى نشوف الباروتيد جلاند، عايزين نشوف الاول الديب بارت اوف باروتيد جلاند.
ها خلينا نقول مع بعض كده، دي الماسيتر ودي الاسترنوكليدوماستويد صح، وهذا البوستيريور بوردر اوف ذا ماندبل، ودول تو ماسلز مهمين جدا، ستايلو هايويد وبوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك ماسل. هذا الاسترنوكليدوماستويد، هذا الماسيتر، هذا السبيس اللي احنا بنقول عليه واللي اوكيوبايد باي ديب بارت اوف باروتيد جلاند، هذا بوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك ماسل، وهذا السايلو هايويد ماسل. مين ده يا جماعه بالمناسبه؟ فاشيال نيرف. ما بين الاستايلويد والماستويد بروسيس في الاستايلو ماستويد فوريمين ده الفيشيال نيرف، لانه له علاقه وطيده جدا بالباروتيد جلاند. اهو ادي الديب بارت اوف باروتيد جلاند، شايف الفيشيال نيرف عمل ايه؟ دخل جواه. حلو قوي. هنضيف بقى السوبرفيشال بارت اوف باروتيد جلاند. ادي يا باشا الفيشيال نيرف، شايف اهو، يبقى الفيشيال نيرف دخل الباروتيد جلاند، ده الديب بارت اهو، وهنضيف السوبرفيشال بارت، ادي الفيشيال بارت ببرانشاته. حلو قوي. ادي السوبرفيشال بارت اوف باروتيد جلاند اهو. فاكرين لما كنا بنقول السيرفيس اناتومي وفي الباروتيد جلاند كنا بنحدد اربع نقاط، نقطه عند الكوندايل، هيد اوف الكوندايل اللي هي قدام التريجس اوف زيرا اهي، ونقطه عند الماستويد هنا اهي، ونقطه تحت وورا الانجل اوف ذا ماندبل بسنتي اهي، ونقطه فين الماسيتر ماسل اهي في النص، هذا الباروتيد جلاند. كمل يا باشا. اهو من الزيجوماتيك ارش فوق للانفيريور بوردر اوف ذا ماندبل للاسترنوكليدوماستويد. بص 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 بص، السكريشنز بيجي منين؟ من الباروتيد داكت. نبي مع بعض كده نتذكر، شايف الباروتيد داكت طالعه من الانتيريور بوردر اوف الباروتيد جلاند، كنا بنقول ماشيه على الماسيتر ماسل، وهوب تروح عامله كيرفيتشر رهيب جدا قدام الماسيتر وتخرم مين؟ اكسلنت الباكسينيتور، ده كانت بتخرم البقه الباد وفات، لو ضفناها هنا البقه الباد وفات والباكسينيتور ماسل والباكو فارنجيا الفاشيا والباكا الميوكوزا، عشان تفتح فين جوه الاوبننج اوف الاستنسنز داك، كانت بتفتح قدام الماكسيلاري سكند مولر اهو. تمام اهو، شفت قالك بتفتح فين؟ قدام الماكسيلاري سكند مولر. تعال بقى نستكمل مع بعض. هذا البادي اوف ذا ماندبل، هذا البادي اوف الهايويد بون، هذا الانتيريور بيلي اوف ذا جاستريك ماسل، وهذا البوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك ماسل، وهذا السبمانديبولار تراينجل او دايجاستريك تراينجل. اكسلنت. دي المايلو هايويد ماسل، ستايلو جلوسس ماسل، هذا الهايو جلوسس ماسل، حط بقى الجلاند السبمانديبولار سيليفري جلاند اهي، سوبرفيشال بالتحديد، ده السوبرفيشال بارت اوف سبمانديبولار جلاند اهو، ده السوبرفيشال بارت اللي احنا شايفينه هنا. طيب عشان نشوف الديب بارت، شلنا السوبرفيشال بارت، ادي الديب بارت، ادي الديب بارت، شايف المايلو هايويد؟ المايلو هايويد ماسل، لو السوبرفيشال بارت كانت هي جواه الميديال بوردر بتاعه، انما بالنسبه للديب بارت اوف سبمانديبولار سيلفري جلاند هي اللاترال بوردر بتاعه. اكسلنت. تمام، يستكمل عم اوكلاند تاني ويقول لك بقى السلايفا بتفرز، ما احنا قلنا الاوبننج اوف ميجر سيلفري جلاندز الباروتيد كانت الاستنسنز داكت بتفتح فيه
الاورال كافيتي بالتحديد قدام السكند مولر ماكسيلري سكند مولر، والسب مانديبولار سليفري جلاند الورتنز دكت بتاعتها كانت بتفتح في السبلينج والكارينكل اللي هي تقريبا في الفلور اوف ذا ماوس ورا التو سنترال انسايزر. طيب هيوضح لي السب مانديبولار او اسف السبلينج والسليفري جلاند اهي، هذا الجلاند الثالثه الميجور اوف ميجور سليفري جلاندز، هذا السب مانديبولار دكت. أو شايف بص بص اهي شايف هنا اهي دي اسمها السبلينج والكارينكل. حلو قوي اهو 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 شايف هذا السب مانديبولار ده وهذا السب مانديبولار سيرفري جلاند ما بين المايلو هايويد ماسل والهايو جلوسس ماسل. هنحط السبلينجوال سليفري جلاند اهي اهي اهو في الفلور اوف ذا ماوس على جانبي الطنج اهو سبلينجوال سليفري جلاند. طبعا الاوبننج بتاعه السبلينجوال سليفري جلاند ده ليها كذا فتحه، فاكرين بقى الاوبننج يا اما تفتح دايركتلي في الفلور اوف ذا ماوس في السبلينجوال بليكا، يا اما تفتح فين في السبلينجوال بتاع ده اسف في الدكت اوف السبمانديبولار جلاند. تمام ده ان دايركت، فاكرين دكت اوف ريفينس يبقى تفتح دايركتلي في السبلينجوال بليكا في الفلور اوف ذا ماوس على طول، او ان دايركت تروح تفتح مع السبمانديبولار سليفري جلاند. دي الميجور سليفري جلاندز. تمام اللي بالمناسبه قلنا هم باروتد وسب مانديبولار زي ما وضحنا وسب لينجوال، وقلنا بانه مؤخرا 2020 في مجله هولنديه الباحثين اكتشفوا ميجور سليفري جلاند الثانيه اسمها توبيريال جلاندز، طبعا ما زالت تحت البحث ويشوفوا بقى الانرفيشن بتاعها ايه وبتعمل ايه وفايدتها ايه. تعالى بقى نبص كده على كريكويد كارتليج وثايرويد كارتليج، وبالمناسبة برضو الانرفيشن اوف ايتش ميجور سليفري جلاند اتكلمنا عنه بالتفصيل في محاضرة الاناتوم اللي شرحنا فيها ميجور سليفري جلاندز، واتكلمنا عنهم قبل كده لما اتكلمنا على السليفري جلاندز بصفة عامة والثلاث محاضرات اللي شرحنا فيهم بدءا من الاناتومي للديزيزز اوف السليفري جلاندز. هذا بقى يا باشا الثايرويد كارتليج والكريكويد كارتليج. تعال نشوف الثايرويد كارتليج اهو زي ما انت شايف كده. الثايرويد كارتليج عبارة عن لامينة حلو اهو في الميل ما يعرف بالادمز ابل. هذا السوبيريور ثايرويد نوتش اهو حلو قوي. في تو بروجكشنز سوبيريور وانفيريور تيوبركل. فاكرين لما اتكلمنا على الفارنكس والماسلز اوف ذا فارنكس السوبيريور والميدل والانفيريور كونستريكتور ماسل، كنا بنقول الانسيرشن بتاعهم كله في الفارنجيه الرافي. طب تعالى بقى للثلاثه التانيين فاكرينهم ها سبلينجيو فارنجيال ماسل وستايلو فارنجياس ماسل، فاكرين الكلام ده كنا بنقول الانسيرشن بتاعهم كله كان في الثايرويد كارتليج. ثايرو هايويد ممبرين ما بين الهايويد والثايرويد كارتليج. ثايرو هايويد ليجمنت
anterior horn of the thyroid cartilage articulates with the cricoid cartilage at the cricothyroid joint. Hmm. Unlike the thyroid cartilage, which is open at the back, the cricoid cartilage forms a complete ring. The cricoid cartilage, زي ما انت شايف, عاملة incomplete ring. It's much taller behind than in front. The narrow part in front. هي ده كلها ليه كريكويد كارتلج. اهو نكمل بقى. هي ده التراكية. تعالى بقى يا باشا. هذا جزء من الفارنكس اللي تقدر تشوفه اهو واهو. عشان نشوف كويس هنشيل الاسترنوكليدوماستويد ماسل. كل هنشيل اللي تحتيها بقى من بلاد فيسلز ونيرفز. هذا اللونجس كابيتس اللي اتكلمنا عليها. هذا الاسكلينس ماسل. هذا الفارينكس. فارينكس اهو. حلو قوي. قدام اللونجس كابيتس وسيرفيسز ماسل الفارينكس اهو. تعالى يا باشا بقى. هذا الفارينكس اهو. هذا الفارينكس اهو. من البيز اوف الاوكسيبت ونازل لغايه تقريبا مستوى الكلافيكل. هنشيل البوستيريور بيلو اوف دايجاستريك ماسل. هذا الاستايلويد بروسيس وما يتصل به من ماسلز اللي هو بنسميه ستايلويد ابريتس هنشيل. ستايلوجلوسس ماسل وستايلو فارنجياس ماسل وده واحده من اللونجيتيودنال ماسلز اوف ذا فارينكس. شلناه. نستعرض الفارينكس مع بعض. هذا البيز اوف الاوكسيبيتال بون. هذا الاوكسيبيتال كوندايل. هذا الميديال تيريجويد ماسل اللي بيشاور عليها. حلو قوي. دي الميديال تيريجويد بليت الاوريجن بتاع الميديال تيريجويد ماسل. هذا السوبيريور كونستريكتور ماسل اوف ذا فارينكس. اهي بص طالع منين. ميديال تيروجويد ماسل والهاميولس وجزء من الماندبل. فاكرين وكنا بنقول بانه كل الكونستريكتور ماسلز رايحه تدخل فيما يعرف بالفارنجيه الرافي. يبقى هذا السوبيريور كونستريكتور ماسل. علشان كده كان واحده لما كنا بندخل ديب انسيرشن او ميديال انسيرشن في الانفيريور الفيلر نيرف بلوك تكنيك كنا بنقول بان المريض قد يقول لك ايه انا دكتور انا حاسس اني مش قادر ابلع ريقي. ليه؟ لان حضرتك رحت حقنت في السوبيريور كونستريكتور ماسل. حلو قوي. فاكرين بقى؟ فاكرين السبيسز اللي كنا بنقول ما بين السوبيريور كونستريكتور ماسل والبيز اوف ذا سكال في سبيس وما بين السوبيريور والميدل في سبيس وما بين الميدل والانفيريور في سبيس والسبيسز دي بيعدي منها ستراكتشرز نيرفز وبلاد فيسلز. فاكرين الكلام ده يا جماعه؟ ارجوكم راجعوا المحاضرات بتاعتنا. ده الفارنجي وبازلا فاشيا. ده الفارنجيه الرافي. هذا الميدل كونستريكتور ماسل. طالع منين؟ اكسلنت. هايويد بون. هايويد بون ونخلص. ليسر وجريتر هور. رايحة تدخل فين؟ فارنجية الرافي. حلو. وهذا الانفيريور كونستريكتور ماسل. طالع منين؟ ثايرويد كارتلج. اهو ثايرويد كارتلج الاوبليك لاين اللي جاي من السوبيريور والانفيريور توربينيت اوف الثايرويد كارتلج ورايحه تدخل في الفارنجيه الرافي. هذا الكونستريكتور ماسلز.
inferior constrictor muscle is continuous with the muscular coat of the esophagus. جميل جدا. The lowest part of the inferior constrictor, which is functionally separate from the rest of the muscle, is referred to as the cricopharyngeus muscle. It forms a sphincter around the upper end of the esophagus. To complete our picture of the upper part of the pharynx, we'll put the styloid process back. ابتدينا نرجع الستايلويد بروسيس عشان نشوف ستايلو فارينجيس ماسل واحدة من اللونجيتودينال ماسل زوز فارينكس ستايلو فارينجيس ماسل. ودي الستايلو جلوسس تعالى. بالمناسبة كنا بنقول بأن كل المسلز of the pharynx innervated by the pharyngeal plexus ما عدا ستايلو فارينجياس مسل من الجلوسو فارينجيال على طول. The back wall of the pharynx lies just in front of the vertebral bodies and the longus muscles with a layer of loose fascia in between that permits movement. هذا الفارينكس اوبننج، هذا النيزو فارينكس واورو فارينكس، وتقدر تسمي دي اللارينجيو فارينكس. بص بص بص، شايف الفتحه دي؟ ايه اكسلنت، فتحه الايه الاذن اللي هي توراس تيوبارز. حلو قوي. نيزو فارينكس والاوروفارينكس والهايبوفارينكس او اللارينجيوفارينكس. يا جماعه ارجوكم راجعوا محاضره الفارينكس اللي اتكلمنا عنها قبل كده. هذا السوفت بلد اللي اثناء الكلام اهو يروح قافل الحته دي اللي هي الفيلوفارينجيال كومبيتنس. هذا البلاتوجلوسس ماسل، هذا واحده من الماسلز اوف ذا تانج، واللي بالمناسبة كل المسلز اوف ذا تانج واخدة من الهايبوجلوسال نيرف اكسبت البلاتوجلوسس ماسل. وهذا البلاتوفارنجيس ماسل، هذا العضلة الثالثة اللونجيتيودينال بلاتوفارنجيس ماسل. حلو، يبقى ستايلو فارنجيس بلاتوجلوسس بلاتوفارنجيس ماسل، وعندي السبلينو فارنجيس ماسل او السبلينجيو فارنجيس ماسل. Inside the constrictor muscles, hiding them almost completely in this medial view. From here, we see only the upper part of the superior constrictor. We'll take a closer look at it. Here's the upper free body of the superior constrictor muscle. Coming in towards us from above are structures that we met earlier in this tape. The levator palatine muscle. هذا الليفيتور بالاتيناي muscle. والتنسور بالاتيناي muscle. وهذا الاوديتوري تيوب. تاني نوضح، هذا الليفيتور بلاتيناي ماسل، تنسور فيلاي بلاتيناي، ودي الكارتيليجينس بارت اوف الاوديتوري تيوب. عشان لو نتذكر بان الكارتيليجينس بارت اوف الاوديتوري تيوب كانت اوريجين للليفيتور فيلاي بلاتيناي والتنسور فيلاي بلاتيناي، لكن التنسور فيلاي بلاتيناي كان ليها اوريجين تاني جاي من الاسفينويدال بون، والليفيتور فيلاي بلاتيناي كان ليها اوريجين تاني جاي من التمبرال بون. حلو قوي. تعالى كده الفارينكس اند اتس سراوندي، او اسف اللارينكس. اللارينكس هنتكلم عنه في عجاله كده. هذا الثايرويد جلاند، هنشيل الثايرويد جلاند والثايرويد كارتليج زي ما انت شايف، وهذا الكريكويد كارتليج، وما بينهم كان الكريكو ثايرويد ممبرين اللي كنت اقدر من خلاله اعمل كريكو ثايرويدوتومي، واحده من الامرجنسي ميثود اللي ممكن تعملها علشان تحافظ على الاير واي بيتنت لو انت مش عارف تعمل تراكيستومي. كريكو ثايرويدوتومي
فاكرين لما شرحناه وقلنا انك تقدر تحسها ما بين السيرويد والكريكويد كارتليج، تدوس كده تلاقي الممبرين بتفتح انسيجن بالطول وتبتدي توسع هنا الكريكو ثايرويد ممبرين عشان تقدر تدخل اليوتيوب بتاعتك وتحافظ على الاير واي بيتنت. حلو قوي، نستكمل مع بعض. ادي اللارينكس، ها هنشيل الجزء ده. ادي الاوبننج اوف ذا لارينكس. بص اللي جوه دول الفوكال كوردز. الايبوغلوتس دي مهمه جدا لانها بتقفل القصه دي اثناء البلع، اثناء لما تيجي تاكل، عشان ما يحصلش لا قدر الله اسبيريشن لاي حاجه تدخل فين من اللارينكس للتراكيه ومنها الى اللانجس. شايف هذا الباك اوف ذا تانج، هذا الايبوغلوتس. حلو قوي. هذا اللارينكس، هذا الايبوغلوتس، هذا الاري ايبوغلوتيك فولد. وكنا بنقول بقى بالمناسبه بان اللارينكس بيتكون من كارتلجز كتير، الثايرويد والكريكويد فاكرين، والاراتينويد والكورني كورني فورم والكورني كيوليت والاراتينويد كارتليج. يا جماعه ارجوكم راجعوا المحاضرات اللي اتكلمنا فيها قبل كده عن الهيدن دينيك اناتومي، خصصنا محاضره مخصوص اتكلمنا فيها عن اللارينكس. حلو قوي. ادي الفوكال كوردس اهي، اهي دي اللي دكتور التخدير بيبص عليها علشان يحط الأنبوبة بتاعته. اهو هذا الثيرويد والكريكويد كارتليج، هذه الاراتينويد كارتليج اهو. وكنا بنقول بان الماسلز في اللارينكس هذا الكورني فورم والكورنيكيوليت كارتليج بالمره، كل الماسلز اوف ذا لارينكس سبلايد باي ريكارنت لارينجيال نيرف ما عدا ها كريكو ثايرويد ماسل، كانت بتاخد من الانترنال لارينجيال نيرف اللي هو اللي هو برانش من السوبيريور لارينجيال نيرف. انا عندي الفيجاس نيرف كان بيطلع منه سوبيريور وريكارنت لارينجيال نيرف. السوبيريور كان بينقسم لانترنال واكسترنال، الاكسترنال لارينجيال نيرف كان بيدي موتور برانشز لكل المسلز اللي فوق الفوكال كوردز، والانترنال سنسوري انرفيشن ده الانترنال تمام للميوكس ممبرين اباف الفوكال كوردز، والانترنال لارينجيال نيرف كان بيدي موتور برانش للكريكو ثايرويد مسل. اما الريكارنت لارينجيال نيرف ده كان موتور وسنسوري رايح يدي بقيه المسلز اوف ذا لارينكس وسنسوري انرفيشن للميوكس ممبرين اوف ذا لارينكس بيهايند الفوكال كوردس. حلو قوي. مش هنتعرض قوي بقى لقصه اللارينكس بزياده عن كده لانه يعتبر اوت اوف فيلد بالنسبه لنا. حلو قوي، ادي كلها اهي استعراض للارينكس. حلو قوي، هذا حركة الفوكال كوردس. ونستكمل مع دكتور أوكلاند اللي بيقول هذا الثيرويد كارتليج وهذا الكريكويد وهذا الكريكو أراتينويد مسل، كل دي بقى المسلز اوف ذا لارينكس. كريكو أراتينويد مسل، هذا اللاترال كريكو أراتينويد مسل، قلنا كل المسلز اوف ذا لارينكس واخده من ريكارنت لارينجيال نيرف ما عدا كريكو ثايرويد مسل. هذا الثايرا اراتينويد مسل، ترانسفيرس اراتينويد مسل. حلو الكلام. هذا التراكيه
برضو ما فيش ما يمنع بيه ان احنا ناخد فكرة كده. ادي اهي ثايرويد كارتليج. تعالى بقى نبص على الانفراهايويد مصل. فوق كده تقدر تقول عندي كده. شايف دي كلها كده؟ عندي ثايروهايويد مصل وعندي استيرنو ثايرويد مصل. يبقى هذا ثايروهايويد مصل اللي كانت سبلايد باي السي 1 اكسلن زيها زي جينيو هايويد. والاسترنو ثايرويد مصل والاومو هايويد مصل والكريكو ثايرويد مصل كانوا سبلايد باي السيرفايكال بلكسز اكسلن. اومو هايويد استرنو الاومو هايويد مصل اهي شوف بيقول لك جاي من الهايويد بون ورايحة تدخل في الكلافيكل. وعندي الاسترنو هايويد مصل من الاسترنم للهايويد ايه؟ للهايويد بون. هذا هو الاومو هايويد مصل نازلة رايحة للكلافيكل. لو ضفنا هنا كده الاسترنو كليدو ماستويد مصل. لو اهو تاني كده نعملها شوية بالماوس. لو حطينا هنا كده الاسترنو كليدو ماستويد مصل اصبح كده عندي ما بين البوستيريور بوردر اوف الاسترنو كليدو ماستويد مصل ودي الترابيزيوس ده كده اسمه البوستيريور تريانجل اوف ذا نيك اللي كان بينقسم عن طريق الانفيريور بيلي اوف اومو هايويد مصل لاوكسيبيتال تريانجل وسوبرا كلافيكولار تريانجل. اكسلنت. اهو قال لك اهو رايح هتدخل في الاسكابيولا. هنرجع الكلافيكل والاسترنوكليدو ماستويد مصل اهي. وبالمناسبه الاسترنوكليدو ماستويد مصل ولو قلنا ده الميد لاين اوف ذا نيك وده الانفيريور بوردر اوف ذا ماندبل ده كده كله على بعضيه كان اسمه الانتيريور تريانجل اللي كان سب ديفايدد بقى ليه سب مانديبولار تريانجل ومنتال تريانجل وكاروتيد تريانجل وماسكولار تريانجل. اكسلنت. رائع جدا. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية محاضرتنا النهاردة. أتمنى بأن حضراتكم تكونوا استفدتم واستمتعتم بيها. وكالعادة لو حضرتك لسه جديد معانا في القناة فحالا تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا. وبالنسبة لأصدقائنا ما تبخلوش علينا بالدعم والطاقة الإيجابية عن طريق اللايكات والشير. منتظر آرائكم واقتراحاتكم في التعليقات تحت. تشرفت بوجودي مع حضراتكم وبإذن الله نلتقي في محاضرات تانية جديدة. ودلوقتي مع السلامة.